احنا النهاردة موجودين في مشروع اخر، مشروع اللي هو زي ما بنقول كده مشوار مصر في طريقها للتقدم والبناء. وانا عايز اقول ان احنا النهاردة بنضيف لطاقتنا تقريبا ضعف الطاقة اللي كان بينتجها المصنع ده، يعني كان بيطلع 650,000 طن، احنا بنتكلم النهاردة في 1,350,000 طن هيتم ضخهم مع 650، وده طبعا هيبقى يعني بيوفر كل اللي احنا بنتكلم عليه من أسمدة، سواء كان للسوق المحلي للمزارعين المصريين منتج عالي الجودة بكفاءة جيدة جدا جدا، أو للتصدير الخارجي. قيمة مضافة جديدة لهذا المصنع تضاف إلى الاقتصاد المصري. فأنا بتقدم بالشكر لكل من ساهم في هذا المشروع، وزارة البترول والوزارات المعنية الأخرى اللي ساهمت في أن احنا النهاردة يعني نبقى مطمئنين، مش عايز أقول سعداء بهذا المشروع، لكن مطمئنين أن احنا ماشيين بشكل أفضل لقدام. إن شاء الله خلال الأيام القادمة هيبقى في مشروعات أخرى هيتم افتتاحها، وهتبقوا حضراتكم، أنا بتكلم حضراتكم كل المصريين، متابعين اللي بيحصل. وبقول لكم مرة تانية، اللي بيحصل في مصر ده أمر جيد جدا جدا. صحيح في ضغوط وفي محاولات لعرقلتنا، لكن المثير للدهشة أن كل المصريين كل ما الضغوط بتزيد كل ما المصريين بيزدادوا صلابة وإرادة حقيقية في أن هم ينجحوا ويطلعوا لقدام. الحقيقة أنا بحيي الشعب المصري كله. صحيح، لأن الأزمات والملمات بتخليه دائما أصلب وأقوى، وده طبيعة متفردة في الشعب المصري، طبيعة متفردة في الشعب المصري. ف إن شاء الله دائما للأفضل. وإحنا موجودين في دمياط النهاردة، بطمن الإخوة في دمياط، إحنا بدأنا العمل في مدينة الأساس، وهي إن شاء الله يعني الكلام اللي أنا بعلمه لكم إن هي هم عايزين يحسبوا الميعاد من 1/6، إن هي تبقى تفتتح في 1/6 السنة الجاية. فهي إن شاء الله تفتتح في 1/6، لكن هم بدأوا بقالهم أكتر من شهرين أعمال الحفر. والحقيقة إن شاء الله في 1/6 نشوف مدينة أساس تبقى إضافة حقيقية للاقتصاد الدمياطي. يعني حاجة تانية، إن شاء الله خلال المستشفى دمياط العسكري هتكون تم ينتهت بنسبة، هتكون في المستلزمات الطبية بتاعتها في الطريق، إن شاء الله على آخر 6 هتكون جاهزة للافتتاح، هي وكوبري المنصورة مش كده طلخة.